This morning, U.S. Central Command forces conducted strikes on two Houthi anti-ship missiles that were aimed into the southern Red Sea. Also last night, the U.S. Central Command conducted strikes on 14 Houthi missiles at over a dozen locations. These missiles on launch rails presented an imminent threat to merchant vessels and U.S. Navy ships in the region and could have been fired at any time. هذا العدوان أولاً لن يغير من موقف شعبنا والتزامه الإيماني في مناصرة الشعب الفلسطيني وسكان غزة والاستهداف المستمر للسفن المرتبطة بإسرائيل، وهذا واضح في العمليات المستمرة آخرها بالأمس عمليات ضد السفن، بل وسيشمل ذلك السفن الأمريكية والبريطانية. مسألة أن أمريكا وبريطانيا دخلتا في الحرب بشكل مباشر وأننا أصبحنا في مواجهة مباشرة بيننا وبين الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، هذا شيء لا يخيفنا إطلاقا. نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة كيم رينجر الأمريكية في خليج عدن، وذلك بصواريخ بحرية مناسبة، وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب.